لم يحظى بالعمر المديد، لكنه دون شك سطر سيرة خالدة ستظل مرجعا للحركة الأسيرة في فلسطين عامة وفي القدس خاصة. هو الشهيد عمر القاسم المولود في البلدة القديمة، بدأ مسيرته النضالية في شبابه واستأنفها داخل السجون الإسرائيلية حتى وفاته عام 89. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عمر ولد سنة 1941 في القدس طبعاً في البلدة القديمة جوار المسجد الأقصى. وعمر من طفولته هو ناشط سياسي وكان يعمل بالعمل السري، ما كانش حدا من الأسرة يعرف إيش نشاطاته، وكان يغطيها بأعمال تطوعية وأعمال رياضية وأعمال سياحية وثقافية أخرى. هو من بداية نشاطه كان من خلال القوميين العرب، ومن خلال ذلك طبعا نشط على صعيد تعليمي، لانه كان اصلا معلم بعد ما انهى دراسته في جامعه دمشق، كان مخلص بكالوريوس ادب انجليزي. اسس اتحاد الطلاب الفلسطيني من خلال توعيه الشباب والمعلمين والطلاب واهاليهم، وكان هذا الحكي في بدايه 67 بعد احتلال القدس لما صار في تهويد المنهاج. الرفيق عمر بعد حرب 67 كان مقيم في القدس وكان له دور في تنظيم المقاومة الشعبية في القدس للاحتلال، فأصبح من أوائل المطلوبين لسلطات الاحتلال مع مجموعة أخرى من رفاقه من القوميين العرب، واضطر لمغادرة المناطق المحتلة تفاديا للاعتقال للأردن، وهناك كان له دور في تشكيل الجبهة الشعبية والنضال أو المقاومة اللي كانت تقودها، بما فيها يوم معركة الكرامة اللي كان له دور برضو فيها. فبسبب قناعته بضرورة العودة للمناطق المحتلة كان على رأس مجموعة كبيرة للجبهة الشعبية لتجنيد عناصر جدد في المناطق المحتلة وتشكيل المقاومة قبل الوصول للمنطقة اللي كان مقرر يتمركزوا فيها. وقعوا في كمين بالقرب من قرية بيت فوريك، هناك حصل اشتباك استمر حتى نفاذ الذخيرة وإصابة البعض بما فيهم الرفيق عمر، وتم اعتقال المجموعة بكاملها. هنا بدأت معركته داخل السجن اللي اعتبرها هو امتداد للنضال اللي كان يمارسه في الخارج. بس إيش اللي عمله بالسجن؟ أول إشي بمحكمته، يعني اللي كانت الخطبة النوعية، إنه ثبت لقدام المؤسسات الدولية إنه إحنا فدائيين، إحنا أسرى حرب، وبالتالي ما كانش معترف فيهم كأسرى حرب، لكن قالهم إحنا دخلنا في زي عسكري، معنا أسلحتنا ومعداتنا والأخري، نحن بنمثل منظمة التحرير، إحنا بنمثل تنظيماتنا، إذن إحنا أسرى حرب. وفي محكمته أصر إنه ما يتعقدش المحكمة قبل حضور الصليب الأحمر الدولي، فبالتالي لأول مرة بيحضر الصليب الأحمر الدولي محكمة الشهيد عمر القاسم في فلسطين هنا، وثبتوا إنهم أسرى حرب. فهذه كانت يعني ضربة للعدو، إنه بوجود المؤسسة الدولية يعتبروا أسرى حرب. عمر في داخل السجن بعد ما تم اعتقاله ومحاكمته حكم مؤبدين 27 سنة بتهمة الانتماء لجبهة الديمقراطية، ولأنه دخل بعملية عسكرية مسلحة، فبالتالي حكم عليه مؤبدين 27 سنة. خلال هذه الفترة بلش يشتغل على الأسرى ووعيهم ويثقفهم وفتح لهم صفوف وصفوف محأمية، وأول من أسس الجبهة الديمقراطية في تحرير فلسطين داخل المعتقل هو عمر. الآن بعد ذلك عمر عمل السجن، حوله إلى جامع مدارس وجامعات وصفوف، درس محأمية، ترجم كتب من لأنه الاحتلال بيمنع إدخال الكتب المهمة باللغة العربية، فيمكن يجيب لك أي كتاب بس بأي لغة تانية، فرنسي، إنجليزي، عبري، أما في اللغة العربية ما بجيب لك إياه. فعمر عشان يوصل المعرفة في داخل الكتاب للأسرة كان يترجم الكتب هذه من اللغة الفرنسية للغة العربية، وأهم كتاب ترجمه هو دكتور جيفاكو. هذا الكتاب مهم جدا، وجد فيه عمر أنه مادة جيدة لتعليم الأسرة، فترجمه للإنجليزية وترجمه للعربية، وكمان علم الشباب عليه، عمل مجلات حائط، وعمل من أهم إنجازاته كمان في داخل السجن صحيح الإضرابات اللي خاضها عن الطعام، كان يرأسها هو وكانت تأدي في حياته، وكانت والدتي الله يرحمها تشاركوا هذه الإضرابات، وكانت يعني تروح في المستشفى وتضرب في الصليب الأحمر. أصيب بمرض لم يعلن عنه في حينها، أصبح عنده نوع من الإصفرار، في البداية كان الحديث عن فشل كلوي أو ما شابه، ولكن نقدر نقول في الأساس عدم تقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب
وعدم الاستجابة، استجابة سلطات الاحتلال للمناشدة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية لتوفير العلاج اللازم له إذا لم يكن داخل السجن فبالإفراج عنه لتلقي العلاج، هو السبب الأساسي في وفاته. توفى يوم الأحد 4/6، كان في مؤتمر صحفي في القدس، كنت أنا عنده يوم السبت بالليل، سجلت له صوته وقلت له أطلب إيش بدك من شعبك، أطلب من العالم، ناشد العالم إيش بدك تحكي، أنت مريض وأنت بحالة خطر، ناشد العالم إيش بدك، وسجلت له إياه بمسجل صغير. قال لي أنا ما بدي شيء، أنا إذا في إمكانية، إذا في أمل بإطلاق سراحي لأسباب إنسانية، ولو في أمل 1% إني أشفى فبيسوى إنكم إنه يعني تناضلوا حتى إني أخرج وأتعالج، بس إذا فيش أمل في علاجي ما تتحملوا جميلة حدا ولا تخلوا حدا يبتزكم. فأنا فقدت قلب كبير، فقدت إنسان عظيم في حياتي في كل لحظة بحتاجه، بس أنا حولت هذه الحاجة لإله إنها تكون يعني دافع إني أتذكره وإني أبني له شيء يخلي سمعته مدى الحياة طول ما أنا عايشة وبعد ما أموت.